الشاهد أن الإنسان إذا خلا بربه عز وجل كان هذا بوابة الفتوحات، فتوحات الإلهية والرحمات الصمدانية. الشيخ المنشاوي رضوان الله عليه في سورة مريم جاء إلى قول الله عز وجل: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. وقف الله، ما أفقه وقفته. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له، وبعدين قال لك: وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليه. الشاهد هنا أن العطاءات والهبات تأتي عندما تخلو برب الأرض والسماوات. فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا في خلوتها؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فطمع سيدنا زكريا، هنالك دعا زكريا ربه، قال: يا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة: فين يا محمد؟ وهو قائم يصلي في المحراب في خلوته. الهبات في محاريب الخلوات، عندما تخلو بالله عز وجل ويرى الله عز وجل مسكنتك. وما أجمل العبد يرى الناس إذا خلوا انتهكوا محارم الله أن يكون على الضد، كلما خلا أسرع إلى الله، فكأنما هو ينتظر الساعة التي يخلو فيها، حتى بنفسه، حتى وإن كان زوجته نائمة بجواره. يقول لك: كان السلف، كان الواحد منهم يخادع زوجته كما يخادع الرجل الصبي الصغير. السيدة عائشة افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم مرة فلم تجده بجوارها، فجعلت تمد يدها فوجدت قدميه منصوبتين وهو يدعو في سجوده، يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن نفسك. وأعظم الخلوات يا حبيبي التي لا ينطفئ مصباحها مصباح الأسحار، لا ينطفئ بالنهار. وأعظم الناس